الحمد لله كل شيء موجود بهالفلاش ميموري والتصوير كامل، انه هو يا وتهجم علي وبمكاني. هذا فيصل انسان رياضي وشايف نفسه، هل لو مدافع عن نفسي كان ذبحني. هالتسجيل هذا بيكون من ضمن ملف القضيه. انزين وبعدين ايش راح يصير؟ الولد الحين بالمستشفى، بنشوف ايش صار على حالته، بعدين لكل حادث حديث. اي صدق، وفي شغله بقول لك اياها. ما صحة؟ وين الدكتور؟ ما حالة هلا، بس يخلص إن شاء الله بيجي يشوفه. تكفين الولد بيموت؟ في طبيب عام وشافه، الدكتور المختص هلا مشغول، بس لما يخلص إن شاء الله بيجي يشوفه. زين الأشعة اللي سويتوها شنو طلع فيها؟ راحت عيادة الدكتور وهو راح يحكي لك كل شيء بدك إياه. وين عيادة الدكتور؟ كنت معايا عليك علشاني لقيتي رحلتك حق الأمراض. أفا عليك بس يا فضة، لا تقولين هالحكي، أنت غالية عندي، وبعدين العمرة أنا أقدر أسويها بأي وقت، المهم أنت تقومين لنا بالسلامة إن شاء الله يا رب. وين فيصل؟ إيش معي اليوم؟ إن شاء الله رح يجي، أكيد انشغل. والبنت شوك بعد انت تعرفين ظروفها. حضرينا ونهون عليها يا رب. آمين يا رب. خلص فضلا خلص حبيبتي، لا تتكلمين وايد مو زين، ارتاحي. انت فاهمة وانا فاهمة كل اللي قاعد تسوينه عشان تبعدين راشد عن دانا نواف. وليش أبعد راشد عن دانا؟ مثل ما حاولتي تبعدين عني لما حسيت إنه ممكن يخطبني. أنا؟ إي أنتي، لأنك ما تتخيلين راشد مع أحد، لأن هالشي ذكرتش بيعقوب وفاتن. أوه، أنت مسوي روحك فاهمة وأنت مو فاهمة ولا شيء. أنت اللي ما أنت فاهمة نفسك، ولا قادر حتى تحددين شعورك تجاهها، ولا راضية تعترفين بشبه بينه وبين يعقوب أخوي. الله يخليك يمه، خليه في حاله، ترى هذا راشد مو يعقوب. انت ليش مصره كل شوي تبين طاري المرحوم؟ يمه لانك ما نسيتيه ولا لحظه، خاصه من بعد ما شفتي راشد وشفتي الشبه بينهم. يمه لا تلومين نفسك، ترى انت مالك ذنب اللي صار حق يعقوب، لا تحاولين تعوضين التقصير فيه براشد لانه مو هو. هذا راشد مو يعقوب يمه، وهذا ريال كبير وواعي وما يحتاج أحد يحميه. أصلاً أنت بتحمينا من شنو؟